للمزيد حول الأسواق العالمية ينضم إلي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي. أهلا وسهلا بك رائد. نبدأ ب يعني التهديد أو القلق الذي تخشاه الأسواق من عودة ظواهر الإغلاق إغلاق الأنشطة التجارية مع ارتفاع عدد الإصابات في أمريكا وأوروبا تحديدا. ما حجم التهديد الذي ممكن أن يحدث للأسواق والاقتصاد العالمي بشكل عام؟ أنا أعتقد أن الأسواق حساسة جدا لمثل هذا الأمر وخصوصا إعادة إغلاق الاقتصادات مرة أخرى لأنها هي السبب الرئيسي كانت في التدهور الحاد والتراجع العميق في أسواق الأسهم، وكان هناك ثقة من قبل المستثمرين وعودة للاستثمار في أسواق الأسهم الأمريكية على وجه التحديد والعالمية بشكل عام، وضخ سيولة هائلة في هذه الأسواق، ولاحظنا عودة الارتفاعات بشكل حاد وكبير جدا. فقدان الثقة في ما يتعلق بعودة الإغلاقات أي أنه سيناريو متكرر وأن هذا السيناريو ومرتبط بالحالات بشكل كبير، وبالتالي حتى الآن لا يوجد سيطرة على فيروس كورونا، وبالتالي الأعمال بحد ذاتها ممكن تكون محط شك من قبل المستثمرين، وهذا قد يسبب عزوفا كاملا عن المخاطرة أو الرغبة بالمخاطرة وتوجه نحو ملاذات آمنة أو خزانات قيمة بشكل أكبر في الفترة القادمة، وسوف يكون الضغط أكبر، قد نلمس قيعانا أكبر إذا ما عادت ولايات معينة في الولايات المتحدة الأمريكية للإغلاق مجددا وإن كان إغلاقا جزئيا. طيب بالحديث عن يعني الطلب على الملاذات الآمنة، الذهب ما زال يراوح مكانه عند مستويات 1800 دولار للأونصة، هل ممكن أن نشوف مستويات جديدة في الفترة المقبلة؟ بلا شك أن الذهب هو ميال أكثر لمزيد من المكاسب والارتفاعات، أولا طمعا به كملاذا آمنا في ظل الظروف الحالية، ثانيا محمد في توجه حقيقي إلى الذهب في حالات الارتفاعات عم بتكون بأسواق الأسهم، وذلك لتفادي وتغطية الخسائر التي قد تحدث في أسواق الأسهم من خلال تسييل المحافظ الذهب إجمالا أو تسييل الذهب لتغطية الخسائر التي قد تحدث. بالتالي هذول هن العاملين الأساسيات. العامل الرئيسي الذي تقوم عليه ارتفاعات الذهب هو انخفاض القدرة الشرائية للدولار الأمريكي بنتيجة برامج التيسير النقدي الحالية والمتوقعة أو مزيد من تخفيضات في أسعار الفائدة أو برامج تيسير أكبر قد يتم اتباعها من قبل الحكومة، وتضخم في ميزانيات البنوك المركزية سوف يتم تعويضه أو ترجمته الحقيقية هي انفليشن أو هايبر انفليشن، تضخم حاد وجامح ترجمه أسعار الذهب بمزيد من الارتفاعات، و1824 أعتبرها هي مفتاح لمستويات تفوق ال 2000 دولار. يمكن أبرز القطاعات التي قادت الأسهم الأوروبية تحديدا للتراجع اليوم كان يعني شركات أو أسهم شركات التكنولوجيا، تعليقك على ذلك؟ لأنه هي كان في عندنا مكاسب عالية جدا على هذه الأسهم إجمالا، وتوجه وثقة مفرطة موجودة في هذا القطاعات، ولكن مع الآمال الضعيفة فيما يتعلق بإمكانية حد انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات أصبح هناك قلق من تكامل قطاع التكنولوجيا مع باقي قطاعات الاقتصاد، وقد يضغط هذا القطاع بالاتجاه الهابط، بالتالي هو عملية تخارج وجني أرباح إن صح التعبير. هل تتفق باختصار مع توقعات مورغان ستانلي؟ يعني نشوف هناك قلق من يعني الطلب على النفط. النفط مستقر نوعا ما بنتيجة التخفيضات الكبيرة الطوعية والإجبارية بالإنتاج، ولكن الطلب هو المحرك الرئيسي. لا يزال عندنا مستويات 35 دولار البرميل، أعتقد حققت نوع من الأرضية التي تدعم أسعار النفط في الاتجاه الصاعد. رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك على هذا. شكرا محمد.